السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. معكم إياد رضوان. لاحظت كثير من الأخوة المتابعين بحبوا ألغاز أوقفوا ذلك البيدق مثل هذا اللغز، فحبينا ننشر مجموعة ألغاز أيضا من نفس السياق. مثل ما شايفون اللاعب الأسود عنده بيدق يعني على وشك الترقية، وطريقه شبه آمن بسبب يعني إغلاق كل الأوتار اللي رح تمنعه. فالآن مهمة اللاعب الأبيض أنه يوقف هذا البيدق ويربح بموقف جميل جدا وأسطوري. اللاعب الأبيض هون يلعب ويربح، وقف الفيديو حاول تجرب. إذا خلينا نشوف الحل الآن. النقلة الصحيحة والوحيدة هي البيشوب على البي 5، أكيد أنت شفتها طبعا لمنع البيدق من الترقية الفورية. طبعا هون اللاعب الأسود يعني ما عنده خيار غير التقدم بالبيدق، فهون البيشوب على الاف 2 وأيضا التقدم بالبيدق، والآن البيشوب على الجي 2، وهيك نجحنا بإيقاف البيدق. أكيد ما خلص الفيديو، اللاعب الأسود لسه عنده كتير محاولات. هلأ شو خطة اللاعب الأسود؟ خطة اللاعب الأسود هون تعتمد على أحد خيارين. أول خيار أنه يروح بالملك ويهاجم البيدق هاد، أو أنه يجي على العمود H لحتى يحاول يقدم مساعدة ما للبيدق H. طبعا الخطة ممكن تروح على ذهن أي لاعب هي الخطة الأولى. ليش؟ لأنه هون مثل ما أنك شايف البيادق والفيل عاملين بلوك للملك، فصعب أنه يخترق. فخلينا نشوف الخطة الأولى. فرح يلعب الملك على الجي 6، هون الملك على البي 6، وهون الملك على الاف 6، وهون راح ياخذ البيدق. طبعا هون الملك عنده خيارين، اما على الاي 6 او على الاي 5. طبعا على الاي 6 فصارت الخطه بسيطه جدا، وهي سي 4. لاحظ البيدق راح يمنع الملك من الاقتراب عليه، فاذا بيجي الملك على الدي 6 راح يجي الملك على البي 6، ومثل ما انك شايف طريق الترقية تأمن للملك. فهون ممكن يكون اللاعب الأسود أذكى شوي يروح على الإي 5. لاحظ الآن هذا البيدق رح يسقط، فأنت إذا حاولت ترجع بالملك أو تتقدم فيه فيعني رح يروح الدور تعادل، لأنه هذا البيدق يعني رح يسقط. ولكن هون لازم تكون دقيق جدا كلاعب أبيض وتلعب النقلة الصحيحة، وهي الكينج على السي 6. خطتك ليست هي إنقاذ البيدق سي 2، وإنما تركه كطعم حتى يخسر اللاعب الأسود نقلات كتيرة لحتى يروح ياخده، وأنت بتكون هاجمت بيادق اللاعب الأسود وأخذتهم، فرح تربح. طبعا إجباري دي 4 دي 6 سي اي 5. إذا أخذ البيدق فرح ياخذ البيدق اف 5، والدور صار سهل وصار عنا بيدق يعني ممكن يطلع وزير، فما رح نروح وقت أكثر بتحليله. فبنرجع، فالخطة الأولى فاشلة بالنسبة للاعب الأسود، ولكن عنده خطة ثانية وهي الملك على الجي 5، خطة قوية جدا. الآن لاحظ اللاعب عنده عدة خيارات، عنده الفيل عنده 3 خيارات، البيدق عنده خيارين، والملك عنده 4 خيارات. عزيزي المشاهد، خيار واحد صحيح فقط لا يؤدي للربح، والباقي كله رح تؤدي للتعادل. هون ممكن تكون الخطة انه يجي الملك ياخذ هذا البيدق وينطلق بهذا البيدق، ولكن هاي الخطة ما رح تنفع لانه الملك الاسود يعني رح يوصل بالوقت المناسب. خلينا نشوف مثلا اذا تقدم بالبيدق سي 4، فهون ببساطة الملك على الاف 6، الملك هون رح يعدل خطته ويهاجم هذا البيدق، وهي الخطة رح تنتهي بالتعادل. وايضا عنده الخطة الثانية اللي رح يتابع فيها بالنقلة اتش 4، ايضا هاي الخطة رح تنتهي بالتعادل. تعادل الملك على البي 6، وهون رح يصير في عنا ترقية لوزير، فإجباري رح تأخذ الوزير. والآن النقلة كينج على الاتش 3، لاحظ هذا الفيل مات ما له أي حركة، وبالتالي الآن اللاعب الأبيض ما عنده خيار إلا أنه يتابع بالنقلة سي 5 مثلا، وهون كينج اتش 2، الآن ملك تيكس بي 7 اتش 4 سي 6 H3 C7 King takes H1 Queen، وفي عنا H2. عزيزي المشاهد، هذا الموقف راح يصير تعادل، اللاعب الأبيض ما راح يستطيع يمنع اللاعب الأسود من الترقية. الفيل عنده 3 خيارات، البيدق عنده خيارين، والملك عنده 4 خيارات. خيار واحد فقط هو الصحيح، هو هون عزيزي المشاهد الكينج على البي 6، نقلة قوية جدا، واللاعب الأبيض أكيد فهمان استراتيجية الدفاع عند اللاعب الأسود.
هون طبعا اللاعب الأسود ما عاد يقدر يغير خطته مثل ما شفنا، هذا موقف شفناه سابقا من شوي. اللاعب الأبيض هون راح يأكل وأنت فيك تروح لهون مثل ما شفنا أو لهون، على كل حال يعني هذا الموقف نفسه شفناه سابقا. فاللاعب الأسود هون إجباري بده يتابع بخطته الأصلية ويروح بالملك على الـ H4، وهون نقلة قوية أيضا ونقلة الوحيدة اللي بتربح اللاعب الأبيض. شو هي عزيزي المشاهد؟ أكيد ما أكل البيدق. أكل البيدق راح يؤدي لتعادل سريع، نفس الفكرة تماما، يعني ترقية لوزير. طبعا الفيل راح يأخذ الوزير وراح يجي الملك، ومثل ما أنك شايف هذا الفيل يعني راح يموت وراح يكون في عنا ترقية بالوقت المناسب والوضع تعادل. فإذا أكيد نقلة الملك لهون ما هدف أكل البيدق، إنه لو كان هدف أكل البيدق بعدين التقدم بهذا البيدق كان نفس الشيء، ما رح تفرق النقلات، كانت النقلة C4 رح تأدي لنفس الغرض. عزيزي المشاهد الآن النقلة الرابحة الوحيدة عند اللاعب الأبيض هي البيشوب على الـ H1. فاللاعب الأسود هون رح يلعب نقلة ذكية وهي الكينج على الـ H3. أكيد كمان الرجوع وتعديل الخطة ما رح تفيده شيء لأنه خسر كتير وقت، فالنقلة الوحيدة هي الكينج على الـ H3. والآن أيضا النقلة الوحيدة عند اللاعب الأبيض اللي رح تأدي للفوز عزيزي المشاهد، نقلة صعبة جدا بتوقع، النقلة هي C3 وليس C4 وليس أخذ البيدق وليس أي نقلة تانية. ليش ما C4؟ لأنه C4 ببساطة عزيزي المشاهد رح يكون في عنا النقلة H4، واللاعب الأسود الآن لاحظ ما عنده أي حركة قانونية، الملك تحت وضع ستيل مات مثل ما أنك شايف. فإذا هون اللاعب الأبيض إذا أخذ البيدق رح ينتهي الوضع بالتعادل، فإذا لعب أي نقلة راح يلعب مثلا النقلة B5، وبالتالي الآن يعني الوضع إجباري راح يصير تعادل، إذا أكلت راح يكون وضع تعادل. حتى هون إذا حركت الملك مثلا على الـ A7 فراح يلعب B6، لاحظ ممنوع تقترب بالبيدق. الملك على الـ A6 الـ B5 إذا أكلته راح يكون تعادل، وإذا ما أكلته يعني ترقية لوزير، ولاحظ ترقية بالوقت المناسب. طبعا ممنوع تأخذ البيدق وتعطي كشمات لأنه الوزير إجا بالوقت المناسب، فأيضا رح يكون في عنا تعادل. فإذا بنرجع للموقف هون بعد هاي النقلة، النقلة الوحيدة اللي رح تأدي للربح هي النقلة C3. تحية كبيرة لكل اللاعبين اللي قدروا يشوفوا هاي النقلة، مع أنه بشك يعني أنه رح يكون في عنا أي لاعب. طبعا الآن النقلة الوحيدة المتاحة عند اللاعب الأسود هي النقلة H4. فهون النقلة الوحيدة عزيزي المشاهد، النقلة الوحيدة الرابحة هي الكينج على B5. أيضا بدك تنتبه جدا لنقلات اللاعب الأبيض. طبعا هون النقلة الوحيدة المتاحة عند اللاعب الأسود هي B6، والآن النقلة الوحيدة أيضا كينج على C4. ربما تستغرب شو عم يصير، شو عم يعمل اللاعب الأبيض، شو هاي النقلات الغريبة، ولكن عزيزي المشاهد هاي الخطة الوحيدة المضادة لخطة الستيل مات عند اللاعب الأسود. طبعا الآن النقلة الوحيدة هي كيش بالبيدق، فالملك على D3، والآن التقدم بالبيدق. طبعا أكيد ما فيك تاكل البيدق، ليش؟ لأنه رح يكون في عنا ستيل مات، ولكن النقلة القوية كينج على E2. طبعا الآن التقدم أو أخذ البيدق نفس الشيء ما رح تفرق، فالآن الملك على F1، والآن البيدق على C2، والآن التهديد بترقية مع كيش. ولكن عزيزي المشاهد الوقت تأخر جدا، الملك الأسود وضع نفسه بقبر عسى أنه يحصل على ستيل مات، ولكن هذا الشيء رح يؤدي لموته بشكل حقيقي بالنقلة القوية بشوب G2 كيش مات. فموقف رهيب جدا، وخطة رهيبة من اللاعب الأسود وخطة رهيبة من اللاعب الأبيض لحتى تعملنا هالتحفة الشطرنجية. إن شاء الله يكون عجبكم الموقف، لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.